في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. يا فضيلة جايت يا عشاي جيتك يا عشاي البايتات بايتات شنو والله بالطريقة اللي أنا شايفها دي تاني سندويشتي ما أنفع سجمي يا راجل مالك والله ما هنا ما مايل وين أنا ما مايل وين والله صراحة أنا فضيلة كذي أنت ما عليك مدى السياحة خير إن شاء الله أنا والله التجارة دي هذولا دايرة فارقة بقت مين معي ذاته مين جايب حقها ذاته والله داشة بلاي شغلة غيرها التجارة شطارة انا اخوك انت علينا ما شاطر ولا شنو فضيلة لا لا انا ما قلت لك دي نعم شنو حبابي بنت الملوك شوفي قولي يا خام وقولي يا لون شوفي دي شفتي الالوان دي الوان سمحة والوان ثابتة وقولي كلام ما بتهيد ما بتهيد كله اديها مويه اديها القماشه دي ثابته ما شاء الله خيرك باسط الحمد لله ها ما قلت لها يعني اصبر شنو انا ما والله صراحه انا ما اقدر اصبر اكثر من كذا يا اخي مالك يا راجل في شنو؟ هل ما في شنو؟ التجارة دي بتاعت الحتش والحياة الصغار دي بقت تجيب قروش قدر دي انت افضل من زمن تجارة الحتش والحاجات دي نعم هنا غيرتيها اي يا زعلة خليتها من زمان وبقيت شغلت شغلة تانية بقت ماشية مع اي والحمد لله طيب الحمد لله يا الخير باسط لكن دقيقة افضل ها الو اي علوية كيف تمام والله الحمد لله عايزة كم دستة دستتين؟ لا خلاص باكر من الصباح بيصلنك خلاص وضحتك الله قلت لك يا فضيلة موضوع التجارة الو يا راهد معليش كيف تمام الحمد لله دايرة كم دستة؟ أربعة دسة؟ خلاص ما في مشكلة هالألوان كيف؟ نفس الألوان؟ جدا يصلنك مع السلامة يا ولية انا عندي كلام بقى اصبر عبد النورة نورة بنجي يا اخي بلا نورة ولا بتاع يا نورة كيف؟ هاي انا فضيلة لكن ما عندي ويا حلق فضيل جيب التلفون دي زبونة مهمة الو معلش يا نورة ده فضيل بيهزر معاك ما اها عايزة نفسي النماذج بتاعت الالوان ما في مشكلة اجيب لك نماذج الالوان اجيب انت وين؟ طيب ما تخشي ساعات برا الناس راجينك خلاص ما في مشكله انا هسي بجيب ليكي خلاص وضحتك الله معلش يا فضيل ده حر راجله الاعمال حالك ايه؟ معلش يا امي ده حر راجله الاعمال العمل اللي يسووه لك ان شاء الله في ملايات تقدر يدخلنك السجن لكن قروشك تعرف فضيع جيب ألف زين مرحب حبابك تب هاي محلات نصرامي وصلت يا زول قول يا ألوان والله هاي ألوان جد أي لون في راسك فيه الخامات يا زول قطن فيه الكريشة فيه برضو هاي بوليستر عندنا في هاي نحن في أسواق أم درمان أسواق أم درمان الكبرى أسواق أم درمان دي شفت ماجيكلان وراك
والرباط الوطني قدامك. شنو؟ ما فهمتها؟ سامح انك اوصفها لك تاني. غرب جامعة الرباط الوطني. هاي. وشرق شرق ماجيكلان ماجيكلان. الحدائق حقت ماجيكلان ديل يا اخي. هاي. شفت انت مين ما جيت خاشي هنا؟ بتلقى محرامي للمفروشات. الخياطة يا زول احمد اسحاق ده قاعدين خياطة وبالمعقول. لا لا يا زول كله انت كله في المحل دي كله بينجصرك تماما. ابشر بالخير. بس انت مين ما خشيت؟ خشيت من برا. من برا انا من الدكان بشوفك. انت اللابتة فوق مكتوب فيها رامي للمفروشات، فوق محلات رامي للمفروشات. هاي انت خاشي بس اديني تليفون انا بطلع لك برا بيشوفني. حبابك 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 الله يكرمك. وانت خاشي اكان رحت التليفونات هذي لي. ها سخانة سخانة هيا راجل. واحد جاتك جايبه ليش سخانة؟ ورقي ما بيقدر خلي رام حوي. هيا راجل قلت شو؟ شوف يا فضيلة دقيقة دقيقة بس ندور عليك تليفون ده. والله ما تردي عشان توريني شغالة شنو وتجارتك سويتها جديدة شنو القروش دي من وين؟ والله صراحة كذا أفضل. هاي شغالة مع رامي. مع منو؟ رامي. أنا أخوك السكينة أنا أقسم بالله طلعتكم رامي الأمراض أنا. يا راجل كذا قول بسم الله. ها؟ رامي ده محل ملايات ومفروشات. وملاوي اخوي ذاته شغال معاه. لا لكن خلي خلاص والله. والقروش دي من وين؟ هجا افضل القروش دي انا بمشي بشيل منهم الملايات والمقاطع كويس وببيعها في الحله. وانا اكلمك افضل والله ازعار سمحه سماحه اي زول بيقدر يشتري منهم. والله فضيله ما شاء الله عليك بقيت التاجر الشاطره. انا عندي لك فكره. اقول احنا انت ما تجيب المقاطع والملايات انا ما بعرف اجيب مكنه في البيت وطق اليك يعني خيتي ونكسب حق الخياطه ده. والله افضل فكرتك سمحه الا ناصراني ديل ما خلوا شيء. عندهم مكنات الخياطه في المحل تشتري ملاياتك ويطقوا لك ويدوك ليهم. الله يعافيك منهم ما شاء الله عليهم. والله مع ان ثقيل علي هنا فضيله ما في طريقه يشركونا معاكم في تجارتكم دي. انت جاد افضل؟ اي والله جادي. خلاص انا ما عندي اي مشكله. والله؟ والله اقول لك كلام من دربنا ده احكي على المحل بتاع نظرامي ده ونتنمر راسه يعني. ما عندك اي مشكله، والله افضل حتنبسط جنس بسطه، بس خليني البس توبي واجيك. يا خلاص. ما نرجع للسياره ثاني. حبابك حبابك اليوم ما شاء الله كل الالوان والاشكال عندكم يا زول. جميع الالوان. ومعرضنا ده يعتبر اكبر معرض في السودان في اسواق ام درمان الكبرى هنا. يا سلام. هاي اسمعني مالك؟ شايفه؟ هاي ليش هو هنا ده؟ شايفه؟ شايفه؟ ايوه 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 سامح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خام ثابت ولون ثابت يعني بعد الغسيل ذاته ثابت افضل. لا والله ما شاء الله. خام ما شاء الله. هاي خام سامح. يا كلام شب. انت عارف يا ولدي ده واحد من عليك الله النجوم. كيف الله اخر الزمن يا ولدي يبقيني قلت اير من عندك. افضل لبع ولا دار ملايات انت؟ والله خليك ما شاء الله ما شاء الله. اي ده كلام برا. الله يعرف عارف في حركه يمين انت ما كنت فاكر الا اظنكم في محلكم ده. اها عرف من اول لاخر ما في شيء ما كرر. لا انا ما بنكرر الالوان جميع الالوان بتلقى عضيل. جميع الالوان عضيل واسعارنا لا تنافس الاسعار هنا في اسواق ام درمان اقل من اي سوق ثاني. تفتش وتحلي. ايوه والله افضل دي حقيقه انا جربتها. لا هو كان جيت للجد بعد كلامك قلت ده واسعارك قلت هذه وانا لفيت. انا ما زلت تاجر لفيت الاسواق كلها زي اسعاركم دي ما في اسواق ام درمان هنا ولا حتلقاه. يا سلام اسواق ام درمان هنا حصريا بس الشغل ده. والله ما شاء الله. اسمعني يا زلمه مالك افضل عليك الله ما تحرجني يا اخي. انا ما ودي عمك. انا ودي عمي بالحيل. انا تاجر معاكم يا اخي. يا اخي يا استاذ الملايات يا زول يا زول حبابك حبابك اقول لك كلام. نعم اي كميه اي حاجه دايره بس اكتب لي وجيب لي وانا اديك. يا سلام. يعني شوف كان بديت داير زي ده اديك. كان داير ملايات قطع اديك.
أداري أنت بس. يا سلام والله، لكن يا رامي كل احترام. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة، في حب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وانت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، سعينا للعمل تبدلنا في اسم سهولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها، سعينا للعمل تبدلنا في اسم سهولة، نعمل بالأمانة بين العالمين، احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى.